سيارتنا اليوم بفي 8 سيارة مميز جدا. رح نرجع للصناعة الألمانية، ولكن هالمرة رح نروح لشركة بي ام دبليو لنحكي لكم عن الاي 8، هاي السيارة السوبر كار، السيارة الهجينة. سيارة، قبل أحكي أي إشي، بحس حالي مثلاً بال 2025-26 هيك، مش من هذا الكوكب يعني. بي ام دبليو تعبوا كثير أتوقع لطلعوا بهاي السيارة. غريب هالكومبينيشن، أنا يعني وقعت في حبها هاي السيارة من أول لحظة. ليش؟ لأنها 3 سلندر، الول 3 سلندر وسبورت كار ولا آخره، تمام. 3 سلندر وماتور 1.5 لتر. هلا السيارة هاي الحلو فيها إنها فيها ماتورين، في ماتور كهرباء قدام وفي ماتور بنزين ورا. كيف في عنا ماتور الكهرباء بكون قدام، فهذا بيعطينا 131 حصان الهورس باور، 131، اما بنزين او ماتور البنزين بيعطي 231، بصفي التوتال 362 حصان. 362 حصان 3 سلندر 1500 سي سي، وزن 1485، بيخليها صاروخ مكوك فضائي صغير. هلا الحلو بهاي السيارة انه فيها 4 driving modes، فيها الاي درايف، فيها الكومفورت، فيها الايكو برو، وفيها السبورت. السبورت حاجه اخرى هلا رح احكي عنها. هلا الاي درايف هي كهرباء، بتبلش كهرباء اقل مع شويه بنزين حسب انت وين يعني. ان الكومفورت بضل ماشي كهرباء لحد سرعه 65، بعديها بدخل البنزين. الإيكو برو بتمشيك لحد 35 كيلومتر بالساعة، بعديها إذا بتزيد السرعة بدخل البنزين. فرهيب السيارة، تكنولوجيا عالية جدا يعني. بدنا بجوز 6 ساعات بس نشرح عن التكنولوجيا وكيف عملوها وشو التفاصيل اللي فيها. إذا بنحط السبورت مود طبعا لازم نعمل بالجير زي هيك، نبلش نعمل شيفتينج من هون. حلو الصوت، حلو التسارع، حلو التماسك، حلو السيارة بالأرض، ما تحسك بالأمان شوي. أنا مرات بحس حالي بفضل السيارات العالية، بس هالسيارة تجربة أخرى يعني. هلأ بدي أسرع فيها يعني، حلو الواحد يوصل بصراحة 150 هيك كم من ثانية. السيارة بتوصل من 0 ل 100 ب 4.4 seconds، هذا يعني انها سريعة. والحلو كمان هلا، غير انه زي ما حكينا في انجن كهرباء والى اخره، سيارات السبورت كارز عادة بتصرف بنزين كتير، بس هاي السيارة اقتصادية ورهيبة. بالمانيا بيحكوا انها بتمشي 800 كيلو بالفل، بس هلا هون طبعا شوارعنا اكيد زي المانيا مطبات وازمة وبنزين ودعس وخفف، فهون تمشي 600 كيلو بالفل. طبعا الحلو بالموضوع كمان انه فلها مش كتير بكلف 35 دينار، سيارة حلوة كتير. بنهاية حلقتنا اليوم بقدر احكي انه هاي السيارة الهجينة او هذا الوحش الهجين ما بوقفوا اشي بالطريق.
إلا شغلة واحدة، نشامة الأمن العام. قامت شركة صينية بسرقة تصميم سيارة تويوتا اف جي كروزر واضافتها الى سيارتها القادمة واللي هي بي جي 20، حيث سيتم عرض السيارة لاول مرة في معرض شنغهاي للسيارات. السيارة راح تكون مزودة بمحرك 1.5 لتر اللي راح يولد قوة 147 حصان. من ناحية شركة تويوتا ما صرحت على الموضوع ابدا، ولكن بيعتقدوا انها راح ترفع قضية عن عملية السرقة قريبا. والجدير بالذكر انه الشركة الصينية هاي لها سوابق في سرقة التصاميم، حيث سرقت تصميم سيارة مرسيدس من كلاس جي واضافتها الى سيارتها بي جي 80. تستعد شركة بي ام دبليو الالمانية لعرض سيارتها الراقية على مستوى العالم بي ام دبليو ام 4 جي تي اس خلال معرض طوكيو للسيارات عام 2015 في نسخته ال 44، اللي رح ينعقد في الفترة بين 30 تشرين الاول و 8 تشرين الثاني 2015. تحتفل بي ام دبليو بسيارة بي ام دبليو 7 سيريز الفاخرة اللي بتحتوي على الكثير من التقنيات المبتكرة اللي ما لها مثيل في صناعة السيارات. كشفت شركة أوبل رسميا عن سيارتها أسترا تي سي آر المخصصة للسباقات، واللي راح تشارك في سلسلة سباقات السيارات السياحية تورينج كار ريسينج. وتم تطوير هاي السيارة السريعة بالتعاون مع شركة كيسلينج موتور سبورت، وهي مبنية على أساس الجيل الجديد من أسترا اللي تم الكشف عنه قبل عدة أشهر. عاد الاهتمام من جديد بسيارات السوبر كارز الخليجية اللي بتكون موجودة في شوارع لندن، فبعد الجدل اللي أثارته هاي السيارات في شوارع العاصمة الأشهر في العالم والقوانين اللي فرضت للحد من تهور سائقيها، حيث فرضت السلطات البريطانية قوانين صارمة للسيارات وملاكها بعد أن اشتكى العديد من المواطنين اللي بيسكنوا في مدينة لندن، وذلك بعد تعرضهم للإزعاج والمشاكل آخر الليل بسبب التجمعات وأصوات المحركات العالية.